في إطار عمليات تنظيم الخدمات البحرية التي تقوم بها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على شركات النقل البحري بالمملكة واستنادا لقانون الترخيص التابع لها، قامت شؤون الموانئ والملاحة بترخيص أول شركة متخصصة في تقديم خدمات نقل الركاب البحري لشركة دلما مارين، وذلك للرصيف الواقع في مجمع الأفنيوز في منطقة خليج البحرين. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ بدر هود، الوكيل المساعد لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. بعد التحية، ما أهمية وجود مثل هذه الشركات في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أشكر تلفزيون البحرين على إعطائنا الفرصة اليوم لتسليط الضوء على تدشين وزارة المواصلات والاتصالات خدمات نقل الركاب البحري. نعم. أو التاكسي، الواتر تاكسي. اليوم لله الحمد أصدرت شؤون الموانئ والملاحة البحرية أول ترخيص خدمات نقل الركاب البحري لشركة دلما مارين، ويأتي ذلك في إطار عمليات تنظيم الخدمات البحرية تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والمعنية بتطوير القطاع اللوجستي والقطاع السياحي لمملكة البحرين. شركة دلما مارين بالتعاون مع جامعة الأفنيوز ستقوم بتسيير رحلات ترفيهية داخل خليج توبي، ولمعرفة اشتراطات القرار الوزاري، هناك اشتراطات تتعلق بالقوارب واشتراطات تتعلق بالرصيف، ونحن في شؤون الموانئ والملاحة البحرية نقوم بإصدار التراخيص بناء على هذه الاشتراطات والمعايير التي وضعت في القرار الوزاري. نعم. إذن سيدي، إذن بعد افتتاح طبعا أول شركة تعنى بهذا الشيء أو تعنى بالتاكسي البحري، طبعا هناك تتوقع أن هناك تكون هناك زيادة في إقبال الشركات على فتح مثل هذا المشروع والإقبال على هذا المجال تحديدا؟ نعم، حاليا حقيقة نقوم بدراسة عدد من الطلبات المتقدمة من قبل الشركات لتسيير خدمات نقل الركاب البحري، ونحن حاليا نقوم بدراسة القوارب ودراسة الأرصفة التي ستنطلق منها الرحلات البحرية. نعم. يوجد عدد كبير من الشركات التي تتقدم، وإحنا حقيقة بهذه المناسبة نحث الشركات العاملة في هذا المجال من السير على خطى شركة دلما مارين ومجمع الأفنيوز في استيفاء جميع الشروطات والمتطلبات لإصدار الرخص خلال فترة محددة في القرار الوزاري. نعم، إذن كان معنا الأستاذ بدر هود، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.